مشاهدينا أهلا بكم في النشرة الرئيسة من الاقتصادية الأولى، والبداية بعناوينها. الرئيس عبد المجيد تبون يوجه خطابا للأمة في جلسة مشتركة بين غرفتي البرلمان. تثمينا للتقدم المسجل في مجال الرقمنة، مواصلة الجهود وتكتيفها على كل القطاعات. تخصيص الآلاف من جرعات اللقاح المضاد لحصر الحمى القلاعية. مشاهدين أهلا بكم في التفاصيل. بداية، كشف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم بالجزائر العاصمة عن استرجاع ما يفوق 30 مليار دولار من الأموال المنهوبة ممثلة في مبالغ مالية وعقارات ووحدات صناعية. وفي خطاب للأمة ألقاه الرئيس تبون خلال أشغال الندوة غير العادية للبرلمان المجتمع بغرفتيه بقصر الأمم بنادي الصنوبر، أكد رئيس الجمهورية أن مواصلة محاربة كل أشكال الفساد واسترجاع أموال الشعب المنهوبة خلال فترة حكم العصابة مكن من استرجاع ما يفوق 30 مليار دولار تشمل عقارات ووحدات صناعية ومبالغ مالية، مشيرا إلى بلوغ احتياطي الصرف ما يفوق 70 مليار دولار، قائلا أن ذلك لم يكن فقط بسبب ارتفاع أسعار النفط بل بإرادة الوطنيين الأحرار. هذا وخلال الخطاب أعلن الرئيس عبد المجيد تبون عن قرار تخفيض 50% في أسعار تذاكر الرحلات الجوية لفائدة أفراد الجالية الوطنية بالخارج بهدف تمكينهم من قضاء شهر رمضان الكريم بأرض الوطن. ثمن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء أمس التقدم المسجل في مجال الرقمنة خاصة في قطاع المالية، داعيا إلى مواصلة الجهود وتكثيفها بالتنسيق مع المحافظة السامية للرقمنة. التفاصيل مع عبد الملك بالهوشات. رقمنة القطاعات في الجزائر بات أمرا حيويا تسعى إليه السلطات الجزائرية، حيث يشكل محركا للابتكار ويحسن عمليات اتخاذ القرارات في البلاد ويرفع كفاءة وتنافسية الشركات والمؤسسات محليا وإقليميا. تثمين رئيس الجمهورية لما تم تحقيقه في قطاع المالية كان واضحا الإشارة إلى المحافظة السامية للرقمنة ودورها في متابعة واستمرارية رقمنة وزارة المالية باعتبارها الهيئة الآن الرسمية والرئيسية التي ترعى مسار رقمنة في الجزائر، وهذا يأتي لحل مشكلة كانت من بين المشكلات الموجودة في الجزائر، وهي غياب هيئة رسمية تحمل رؤية وطنية وبرنامج واضح لمواكبة وتسيير التحول الرقمي في الجزائر. رئيس الجمهورية أمر خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بتقديم تقارير مرحلية لمتابعة التقدم المحرز مع الإسراع في إتمام كل المراحل لما لها من أهمية في تطوير العمل الحكومي ككل من أجل تجاوز التحديات التي ما تزال تواجه مسار الرقمنة في الجزائر. إذا جئنا للأسباب الأخرى لتعطل مسار الرقمنة هو مثلا أنه القطاعات ليست في نفس مستوى الرقمنة، وبالتالي فمسارات مشاريع الرقمنة تكون بنسب متفاوتة بحسب درجة نضج وإمكانيات القطاع ومدى تقدم مشاريع الرقمنة ووضعيات الرقمنة فيها، وبالتالي لا نجد نفس مستوى التقدم في كل القطاعات. نجد قطاعات متقدمة مثل الداخلية والعدل مثلا والعمل وزارة العمل مثلا، ومستوى رقمنا منخفض في وزارات أخرى، وهذا راجع لعدم التناسق ومسايرة مسار رقمنا بنفس المشاريع ونفس الأهداف ونفس الوسائل على مستوى مختلف القطاعات. يساعد التحول الرقمي في تعزيز الشمول المالي وتيسير وصول المواطنين إلى الخدمات الحكومية والمالية، فالرقمنة ليست فقط محفزاً للتقدم التكنولوجي بل تشكل أيضاً أساساً لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة.
دعا وزير المالية العزيز فايد طلبة المعهد الجزائري التونسي للاقتصاد الجمركي والجبائي بالقليعة إلى أخلقة مسارهم المهني وضرورة عقلنة تسيير المال العام من أجل تكييف البرامج وملائمتها مع الوضع المالي الراهن. أقول لنتابع. الأمر الذي يجبرنا اليوم على ضرورة العمل أكثر على الاستمرار في الموارد البشرية أو الاستمرار في الاستثمار في الموارد البشرية من خلال ضمان تكوين نوع متكامل يسمح بالتكيف الإطارات المكونة وتفاعلها مع أي وضعية أو إصلاح مرتقب أو محتمل، وهو ما تم تعزيزه ودعمه عبر تحديث برامج التكوين ومناهجه بتنسيق بين إدارة المعهد والمصالح المعنية بوزارة المالية للبلدين خلال السنوات الأخيرة، بل وحتى هذه السنة عن طريق إدخال بعض التحديثات والتحيينات. على سبيل الذكر، كل ما هو متعلق بالدروس الخاصة بالأنظمة المعلوماتية وأخلاقية السير المال العام، وكذلك بمزيد من التفتح على المحيط الخارجي لمواكبة كل التطورات التي يشهدها العالم، لا سيما في المجال المالية العمومية. وعلى ضوء هذا، عكفت وزارة المالية باعتبارها قطاعا مفصليا يؤدي دورا هاما في نهوض بالاقتصاد الوطني على التكييف ممارسته مع متطلبات البيئة الاقتصادية والاجتماعية، بغية تقديم تأطير نوعي بما يسهم بطريقة مباشرة في تحسين جودة الخدمات لفائدة المواطنين، وذلك في إطار النموذج الجديد الذي تعتمده الإدارة العمومية والمتمحور حول الأداء بالنجاح. أيها الطلبة الكرام، إنكم اليوم بتخرجكم هذا قد رفعتم التحدي وتجاوزتم عتبة سنتين كاملتين من التكوين المكثف، لتتوجهوا في القريب العاجل مباشرة نحو الحياة المهنية التي تتطلب هي الأخرى المزيد من الحضور والكفاءة والالتزام والإخلاص والاحترام الأخلاقية المهنة، خاصة وقد تم إدراج مادة جديدة في برنامج تكوين القطاع المالي مخصصة للأخلاقيات المهنة. خصصت الآلاف من جرعات اللقاح المضاد للحمى القلاعية على المستوى الوطني، لا سيما ناحية الشرق، كما تم تنفيذ الغلق الجزئي على بعض أسواق الماشية من أجل الاحتواء الأمثل لانتشار الفيروس. تقرير منال نجع. الآلاف من جرعات اللقاح تم تخصيصها من أجل احتواء وباء الحمى القلاعية، إذ تعكف وزارة الفلاحة على توفير المضادات الحيوية عبر كامل القطر الوطني، وستستمر العملية لمدة شهر كامل. إطلاق حملة تلقيح لتفادي انتشار المرض، حيث تم تعبئة كل الوسائل البشرية والمادية منها لإنجاح هذه العملية، كما يجدر إشارة إلى أنه تم تجنيد البياطرة العموميين والخواص، حيث شرعت الفرق البيطرية في الميدان بعملية التلقيح منذ البارحة، وستمتد هذه العملية لمدة شهر. وبالفعل وعلى إثر التدابير المتخذة خاصة الوقائية منها، تم التحكم في المرض واحتوائه. كما تم اتخاذ التدابير الوقائية من خلال الغلق الجزئي لأسواق الماشية على غرار ولاية المدية، البويرة، جيجل، المسيلة، سيدي بلعباس، الأغواط وغيرها من الولايات، وهذا بالتزامن مع عملية التلقيح التي تشهد توسعا ملحوظا. هذه اللقاحات استهدفت على وجه الخصوص الأبقار التي تبلغ من العمر شهرين فما فوق، وحسب المهنيين فقد تم التحكم في الفيروس نظراً للإجراءات الوقائية والعلاجية التي عملت على تعميمها الهيئات الوصية.
من المرتقب أن يناقش البرلمان في بداية السنة الجديدة مشروع قانون البلدية الجديد، حيث أنهت اللجنة المكلفة بإعداد المشروع الأولي للقانون النسخة النهائية من المسودة. ورقة في الموضوع لأميرة مكيدش. 288 مادة مهيكلة في 6 أبواب حملها مشروع قانون البلدية في نسخته الجديدة، يرتقب أن يعرض للمناقشة والمصادقة في السداسي الأول من السنة الداخلة، حيث وسعت نسخة المعدلة للقانون بعد إعادة النظر فيها صلاحية الأميار في العديد من المجالات، خاصة ما تعلق بمجال التسيير المالي والإداري وتعزيز الاستثمار المحلي. وتم إدراج أحكام تتكفل بإشكالية البلديات العاجزة مالياً للقيام ببعض المهام الموكلة إليها، كما يمكن للأميار المبادرة بإنجاز مشاريع السكن وحتى المساهمة في القضاء على السكنات الهشة والقصديرية وإصدار قرارات تتعلق بالتنمية المحلية. مشروع قانون البلدية والولاية الذي عرض أمام مجلس الحكومة الأسبوع الفارط، والذي نطمح منه كجماعة محلية أن يكون في مستوى تطلعات هذه الخلية الأولى، خاصة في مجال روح الديمقراطية أولا، بدنا باش تكون صلاحيات أيضا لرؤساء المجلس الشعبي البلدية من أجل خلق الثروة في أحيائهم ولا بلدياتهم، كل بلدية والخصوصية تاعها. إذن رئيس البلدية أو المجلس البلدي هو المخول والداري بإقليمه. هذا وأسندت مهام الاستثمار وترقية الانتقال الطاقوي على الصعيد المحلي من خلال الاعتماد على الطاقات المتجددة إقليميا، وأيضا اعتماد أنماط جديدة للاستهلاك والتي تعتمد على العقلانية وترشيد الفعالية الطاقوية لرؤساء المجالس الشعبية البلدية، وهو إجراء غير مسبوق في تسيير البلديات. ومنها الاستثمار في الطاقات الجديدة والمتجددة والتنمية المستدامة، هذه ما يفتح في التشغيل وفتح مناصب الشغل، يا إما في مجال الطاقة يا إما في مجالات أخوة تنموية، خلق مؤسسات مصغرة. وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز ضمانة قانونية تتيح للمنتخبين المحليين القيام بمهامهم الانتخابية بكل أريحية ودون قيود أو عراقيل في إطار ما يسمح به القانون والتنظيم المعمول به، وكذا التعزيز من أطر الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي من خلال إشراك المواطن في أعداد السياسة التنموية المحلية واستحداث هيئة تشاركية على مستوى كل بلدية. حققت الصناعة العسكرية في الأونة الأخيرة إنجازات هامة شملت مختلف المجالات بفضل كفاءات وخبرات جزائرية مع استخدام التقنيات المتطورة على غرار الصناعة الإلكترونية. فبعد اقتناء مصانع بنظام CKD ذات التكنولوجيات العالمية، تسعى مؤسسة الجيش للمساهمة في إثراء النسيج الاقتصادي الوطني وتلبية حاجية المؤسسات العسكرية والتوجه نحو التصدير كمرحلة ثانية. باقي تفاصيل في تقرير توفيق زعروري. لم تقتصر الصناعة العسكرية في الجزائر على إنتاج السلاح والمركبات فحسب، فمؤسسة الجيش الوطني الشعبي رفعت التحدي لتخوض غمار الصناعة الإلكترونية على غرار إنتاج هذا الحاسوب المحمول المزود بقدرات عالية وبمواصفات عالمية. حاليا نقوم بتصنيع مختلف أجهزة عسكرية التي تعمل في مجال الراديو، أجهزة تكتيكية وأجهزة تحويلة، على سبيل المثال أجهزة الهاتفية الرقمية، كذلك الحاسوب الشخصي والحاسوب المكتبي. الحاسوب الذي نقوم بتصنيعه حاليا يحتوي على خصائص منافسة للسوق العالمية، ويتم تصنيع نوعين، الحاسوب المكتبي والحاسوب الشخصي. تكلفة المنتوج الذي نقوم بتصنيعه منافس جدا بالنسبة للأسعار المتوفرة حاليا في السوق.
تلبية حاجيات الجيش سعيا للاكتفاء الذاتي أولا بتزويد مختلف المديريات والمصالح التابعة لوزارة الدفاع بعتاد الإعلام الآلي، ثم تغطية طلبات السوق الوطنية عموما، ثم التوجه نحو التصدير كمرحلة لاحقة، استراتيجية تعتمدها مؤسسة الجيش للمساهمة في تطوير القاعدة الصناعية للبلاد. طابع المؤسسة في سير التوجه نحو طابع اقتصادي، لذلك نقوم بتوجيه المنتوجات خاصة بالهيئات العسكرية، لكن في المدى البعيد من أهداف التي سنتطرق لها توجه نحو طابع اقتصادي الذي يسمح لنا في المستقبل بتزويد السوق الوطنية بمختلف الأجهزة التي تتوفر في المعرض. إن شاء الله نقوم في المدى البعيد توجه نحو السوق العالمية إن شاء الله. انفتاح المؤسسة العسكرية على الصناعة المدنية بغية دعم الاقتصاد الوطني من شأنه أن يقلص فاتورة الاستيراد، كما ساهم في إعادة مؤسسات للنشاط بعد تحويلها لتصبح تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني، حيث صارت تنتج التجهيزات التكنولوجية بجودة ونوعية يمكن أن تنافس بها أي منتوج أجنبي دون عقدة. وفي موضوع آخر لنا، تم اليوم تنصيب 22 مكتبا ولائيا عبر الوطن للمنظمة الجزائرية لترقية والإبداع السياحي، الذي تم الإعلان عن تأسيسها خلال مراسم حفل أقيم بمركب الكيتاني بالعاصمة بحضور مدير السياحة للجزائر العاصمة وفاعلين في القطاع السياحي. كما يأتي تأسيس هذه المنظمة الوطنية بهدف الحفاظ على الموروث السياحي والثقافي للجزائر وإعادة بحث وأحياء السياحة الجبلية والصحراوية. عندنا برنامج احنا خدموا عليه طوال السنة، كل مرة مهرجان في ولاية عندنا نحاولوا ان ننشطوا السياحة في الجزائر سواء الشمالية او السياحة الصحراوية. اليوم تم تنصيبي لولاية معسكر على رأس المنظمة الوطنية للإبداع السياحي، ولي الشرف الكبير لحضور هذا الحفل. أملي في هذه المنظمة أنه نقدر نخرج اللباس التقليدي الجزائري والتعريف به في مختلف مختلف ولايات الوطن، مختلف ربع العالم. درنا تنصيب المكاتب مع لأنه المنظمة راهي مولود جديد. اليوم درنا تنصيب عدة مكاتب، عندنا 22 مكتب من بينهم مكتب الجزائر العاصمة. قبل الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة. الرئيس عبد المجيد تبون يوجه خطابا للأمة في جلسة مشتركة بين غرفتي البرلمان. تثمينا للتقدم المسجل في مجال الرقمنة، مواصلة الجهود وتكتيفها على كل القطاعات. تخصيص الآلاف من جرعات اللقاح المضاد لحصر الحمى القلاعية. إلى هنا نصل وإياكم مشاهدينا إلى نهاية النشرة. أمسية طيبة.